وخلال كلمته بالقمة، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ضرورة وقف جميع الاشتباكات المسلحة في السودان حقنا للدماء وحماية لمقدرات الشعب السوداني. وطرح أبو الغيط محددات الموقف العربي للحل الإقليمي للأزمة التي تشمل معارضة أي تدخل خارجي في الشأن الداخلي السوداني، ودعم مسار جدة الساعي لتحقيق شروط وقف إطلاق النار الشامل. أولاً، الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية ومنع انهيارها ومساعدتها قدر الإمكان على الاستمرار في أداء مهامها بشكل طبيعي وتجاوز الصعوبات التي تواجهها. ثانياً، معارضة أي تدخل خارجي في الشأن الداخلي السوداني والتضامن الكامل مع السودان في صون سيادته واستقلاله ووحدة إراضيه. ثالثاً، دعم مسار جدة الساعي إلى تحقيق شروط وقف إطلاق النار شامل ومستدام وفوري يسمح باستئناف العملية الانتقالية. رابعاً، التأكيد على أهمية دور دول الجوار التي تواجه الأعباء الإنسانية الأمنية الكبيرة للأزمة، وبالتالي فمن المهم أن تكون في قلب عملية التنسيق والتعاون الجارية لإنهائها.